ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. ما زلنا نتكلم عن باب حفظ اللسان، وهذه من النعيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرأوا من شئتم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي رواية قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح معه جد ولا لا يصلح منه جد ولا هزل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا ور بغيره، والحليم قال إن ذلك ليس بصراحة الكذب، مسألة إباحة الكذب يعني. قال الحليم: وذلك كما يقول قال: إذا أراد أن يلبس وجه الوجه الذي يقصده على غيره، يلبس الوجه الذي يقصده على غيره للطريق الآخر، أسهل هو معر، ويسأل عن عدد منازله ليظن من سمع أنه يريد هذا الطريق. وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم يبح فيه صريح الكذب، ولكن التعريض كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضها ولا يحسن إليها، فتقول لها: لا تقول ذلك، فمن له غيرك، وإذا لم يحبك فمن يحب. حقيقة الأمر هذا يعني هذا يعتبر في هذا الباب مخالف للظاهر، فالظاهر أنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب الصريح من أجل إصلاح ذات البين، من أجل إصلاح بين الزوجين، أيضا من أجل الحرب، فالحرب خدعة، فلا بد أن نفهم ذلك. وقد قال عمر بن الخطاب أيضا: ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب، يعني هي مندوحة الكذب نعم، لكن لو اضطر الكذب يكذب ولا ما يكذب؟ نعم له أن يكذب، نعم له أن يكذب. وعن مطرف بن عبد الله قال: أقبلنا مع عمران بن حسين من البصرة إلى الكوفة، فما من غداة إلا يناشد فيها الشعر ويذكر فيها أيام العرب، وكان يقول: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وهذا موقوف. وعن الزهري في الثلاث موصولا مرفوعا. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ما يحملكم على أن تتابعوا على الكذب؟ كما تتابع الفراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة الحرب. وفي رواية أن عبد الله قال: وزاد أو إصلاح بين أو في إصلاح بين اثنين. نعم. وأيضا عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تتهافتون في الكذب، تهافت الفراش في النار، كل الكذب مكتوبا كذبا، لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو بكذب أو يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، أو يكذب امرأته أو يكذب المرأة ليرضيها. نعم. وعن جعفر بن ربيعة عن شهاب الزهري قال: ليس بكاذب من وراء عن نفسه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المحموم واللسان الصدوق. المحموم أو المخموم، نعم، ذو القلب المحموم واللسان الصادق. قال: قلنا: قد عرفنا لسان الصادق، فما القلب المحموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي ينشأ الدنيا ويحب الآخرة. الذي يشنأ الدنيا يعني يبغض الدنيا، الذي يشنأ الدنيا ويبغض ويحب الآخرة. عليكم السلام وبركاته، منذ الحمد لله وشكر الله رضي الله عنك. عليكم السلام وبركاته أحمدي، أحسن الله عليكم جميعا، حفظكم ربي جميعا ويسر لي ولكم طريق الهدى. عن عبد الله بن عمرو بن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اربع اذا كنا فيه، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ امانه، وصدق الحديث، وحسن الخليقه، وعفه في طعمه. وعن عبد بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا
من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. الحمد لله، فضل من الله ونعم. أرد معك الشيخ أحمد، أرجو أن تكون بخير حال وأحسن صحة وأحسن بال وأحسن إيمان، رضي الله عنك. عليكم السلام وبركاته. آيات السمراء، حفظك رب جنة، رضي الله عنك وزادك همة وحرصا. أستاذ أشرف، كيف أنت؟ محمود، جزاكم الله خير. أستاذ أحمد كنعان، شرفت بك، أكرم، جزاكم الله خير. أبا عمر، أيها المغربي الطيب، أيضا من الروايات التي جاءت عن إسماعيل، حدثنا أبو عبد الله الصوفي أنبأنا أحدنا أيوب إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه، قال: يا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية عن قيس بن أبي بكر عن سنة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكذب مجانب للإيمان. قال أحمد: لا أعلم. ورفعه عن إسماعيل بن أبي خالد بن أبي عتبة وجعفر الأحمر، حديث مرسل وحديث فيه ضعف. نعم، أدعو لك يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، فتح الله لك. محمد الضبع، أرجو أن تكون من أول الدرس موجودا، أنا متضايق جدا أنك لا تأتي إلا متأخرا. وفي رواية فيها ضعف ولكن الموقف صحيح: الكذب مجانب للإيمان. هنا أيضا فيها دلالة أن الكذب من صفات المنافقين، أن الكذب من صفات المنافقين. الله يستر علينا، الكذب من أجل صفات المنافقين. ولا يتمرس الكذب إلا فاجر، لا يتمرس الكذب إلا فاجر. دكتور تامر، أنت زينة المجالس حبيبي، فوق رأسي. والصدق من صفة المؤمنين المتقين المخلصين الصادقين، فالصدق علامة الإيمان، والكذب علامة النفاق والخزلان. إلا في ثلاث: الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب لإصلاح بين الزوجين، الكذب من أجل الدين، الخدعة في هذا الباب. والحليم يرى أن, 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 أن الأمر على التعريض لا على الكذب، وأن المعريض ممدوح للكذب. نعم، المعريض ممدوح للكذب عن الكذب، لكنها ليست إيش؟ ليست واجبة. فإذا قلت بأنه الكذب محرم، نقول قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الحرب خدعة، وأيضا قال: ليس الذي ينمي خيرا بالكذاب. حتى لو كذب، حتى لو كذب على زوجته كذبا صريحا، له ذاك، لا يقال له أنه يأثم إذا كذب ولم يعرض، لا، إلا أن نقول أن عنده مندوحة للتعريض من الكذب، أو أنه استطاع أن ينهي المسألة بغير الكذب، لكن هو له أن يكذب في ذلك، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قد أباح الكذب صريحا من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. فالمستثنى هنا في هذا الباب هو أن يكذب في الحرب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، ويكذب على أعداء الدين، يكذب على الزوجة، يبين لها كيف ميله، كيف شوقه، كيف حبه ليستقيم البيت، وهذا أيضا من باب إتمام معاشرهن بالمعروف. ربي يديم عليكم وعليها وعليهم كل خير وبر، ويجعلكما من أعظم الناس تعاونا على البر والتقوى، وأن يرفعكما إلى المعالي ويستعملكما لدينه. هاجر، لما تغيبتي؟ أنا لا أقبل أعذار في الغياب. أنا قلت: أياتها المغربية النبيلة، ليس لك أن تغيبي. جنى، نفع الله بك الأمة الإسلامية، تغيبت أنت أيضا، وهذا مؤذي جدا أن الفاضل أو الفضلات يتخلفن بعض الوقت، حتى
ولو حدث ما حدث ما أقبل أعذار. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.